الحياة اليومية بواجه مشاكل، إنه يعني لما أطلب مساعدة من شخص يعني أنا بحس إنه في عنده إشكالية إنه يساعدني. الجامعية يعني في يعني الشخص العادي بروح بيجي بتحرك زي ما بده لحاله، أنا لا، وين ما بدي أتحرك، وين ما بدي أروح، وين ما بدي أجي لازم يكون شخص يساعدني. وهذا الشخص يعني سواء كبير ولا صغير راح يحسسني في النوع من ال يعني انه متضايق انه بيساعد فيه. البنية التحتية للجامعة احيانا نجدها غير مؤهلة في التعامل مع ذوي الاعاقة بشكل عام وذوي الاعاقة البصرية بشكل خاص. نفتقر لكثير من الوسائل الاكاديمية التي تعيننا كطلبة على الدراسة مثل اجهزة الحواسيب. صحيح ان هناك اجهزة حواسيب ولكنها يعني قديمة جدا وبحاجة إلى تطوير ومواكبة التطور، وأجهزة حديثة تلبي متطلبات الطلبة من ذوي الإعاقة ومتطلبات العصر. أنا بطلب من مؤسسة إنسانية أولا إنها تحاول توفر مختبرات في كافة فروع الجامعة، مش يعني تشمل فرع معين، لأن هذا الإشي بأثر على الطلبة.